الناس بالروج. ماشي مدينة نيويورك منارة كرة السلة، أكيد أنتم ممكن تلعبوها في أي مكان كورة وشبكة. تمام كفاية كده. تشهد على حدث هائل يا سبايدر مان. المفروض ما اقولش لماما قد ايه كنت قريب من مقطورة بنزين قربت تنفجر. المدينة شكلها هادية قوي، مفيش اي اثر لليز او العصابة اللي خطفته. يا ترى حظ بيت احسن من حظي؟ جاهز تعدي على المؤسسة؟ طبعاً متحمس أعرف إيه اللي بتعمله. جميل، وأنا متحمس إني أوريك. هرد على مكالمة أم جي، أشوفك قريب. أهلاً، إيه الأخبار؟ كويس، لسه قافل مع هاري وحوار المؤسسة ده كده شكله جامد. حلوة قوي، في أمل في شغلي كمان. دورت ورا التكنولوجيا اللي استخدموها علشان يبوظوا النقل للسجن، حاجة كده على مستوى ضرب. أيوة، شكل اللي وراهم عنده مصادر رهيبة. مالز شاكك انه شاف زعيمهم، شبه صيادين الحيوانات المفترسه وبيلبس جاكيت فرو. جميل قوي، هفضل ادور. لو انا نزلت القصه دي في الصفحه الاولى يمكن يساعدنا نوصل لهم اسرع، ويمكن احافظ على شغلي. ايه انت اللي داخل على خناقتي ولا انا اللي داخل على خناقتك؟ داخلين على المجرمين. محدش يقدر يوقف التعب كله زيك. انت فاكر انك تستحق؟ نطفي الحريق. نايم، أنا لازم أمشي، بس شكراً على المساعدة. ماشي، البيتزا بتاعت المواجهة اللي جاية عليا. كلارك، كله تمام؟ احنا هنهدم مستشفى اتدمرت خلال هجوم ساند مان، بس في كمية كبيرة من الحطام معطلة العمال. انا رأيي لو فاضي ممكن تساعدهم بانك تثبت المبنى بالشبك بتاعك. طبعا، شكرا، هنتصرف لحد ما توصل هنا. Thank you.
كنت بسأل نفسي المكان ده كان إيه؟ شجرة أميلي ده هايل. انت جيت؟ افتكرت انك قلت انها ستارت اب. ايوه، كان نفسي في حاجة اقل من ده، بس بابا هو اللي قرر انه يعمل كل بيتر حاجة. بيتر باركر، قول لي ايه رأيك؟ مش مختلفة عن ورشة الخردة اللي أوتو كان مشغلك فيها؟ ودلوقتي بما إنك جيت فالمكان ده هيبدأ يشتغل بجد. بابا، بيت لسه ما قررش لو كان هينضم. أوه بجد؟ بس كنت هاخده في جولة واسيبه يقرر بنفسه. تمام. عارفين أنا مبسوط إني شايفكم مع بعض تاني. طيب استمتعوا، خرج شرطك، يلا نستكشف. أول مكان عاوز أوريهولك هو الدور اللي تحت. هاري، المكان ده عارف بابا بالغ قوي في التجهيزات بطريقة غريبة. هاي عملت جهز لي شوية حاجات لما كنت بتعالج، لكن بعد ما خرجت غيرت شوية حاجات. زي إيه؟ حولت مرتبي المشروعات البحث، وعينت مجلس إدارة منوع علشان يدلنا على الطريق الصح، وتأكدت إن كل الأبحاث بتناسب مهمتنا في علاج العالم. عاوزك تقابل دكتور يانغ اللي من الشخصيات المعروفة في علم الحشرات. عارف علم الحشرات؟ أيوة. من أعمال دكتور يانغ بحث هايل عن النحل، أو عشان أبقى دقيق على مفترسات النحل. جاهز تكلم دكتور يانغ؟ انت اكيد بيتر، فرصة سعيدة، هيعجبك المشروع ده. مبسوط بالمقابلة يا دكتور يانغ، سمعت من هاري عن الشغل مع النحل. ايوه بجد حالة ملحة قوي. تلت الاكل اللي بناكله كل يوم بيجي من محاصيل بيلقاها النحل، لكن تعداده في انحاء العالم انخفض، وده بيرجع لوجود مفترس. النحل اكل اللحوم، عشان كده طورنا طريقة لمساعدة النحل. تحب تشوف؟ واو ده حلو قوي. المتتبعات الصغيرة دي حراس نحل بندربهم على مهاجمة النحل الصياد، معروفة بالدبابير القاتلة للنحل. وانت هتساعدهم خوارزمية التعلم الآلي. شايف النحل الصياد الهولوجرامي ده؟ لو عرفت تنشن عليه متتبعاتنا هتبقى أفضل في التعرف على الهدف. الغرض من المتتبعات إنها تخوف النحل الصياد من غير ما تأذيه. أوه جميل. سامعين يا نحل يا صياد، احنا هنسيبكوا تعيشوا يوم كمان. ايوه بقى، لازم احمي الخلية. جميل، قفشتك. تمام يا بيتر، جلسة مفيدة قوي، عندنا بيانات روعة. تمام، هرجع طيران. أهلا بقسم علم الحشرات. لو النحل الصياد الافتراضي اللي اتقتل كان حقيقي، فمعناه إنه تم إنقاذ حوالي 2500 نحلة. ياه، ما عنديش مشكلة إن أساعد.
أنا ممكن أبص بص على سرعة الشبكة العصبية؟ آه يا ريت بجد. يمكن لو بيت قرر ينضم لينا أنتوا الاتنين هتتكلموا أكتر. شكرا دكتور يانج. عندي حاجات هوريها لك يا بيت، يلا بينا. قدامنا منطقة البحث الطبي، بنشتغل على العلاج الإشعاعي المتطور بالبروتونات بدل أشعة إكس، توجيه أحسن إشعاع أقل. دي الأفكار اللي اتكلمنا عنها، دي بجد هتساعد في إنها تخلي العالم مكان أحسن. هو ده هدفنا. هاري لحظة لو سمحت. ينفع تستنى لحظة؟ حاجة سريعة. شكرا. دكتور ده صاحبي بيتر. بيتر دكتور كونرز. اتقابلنا قبل كده، كنت شغال مع دكتور أوكتيفيوس وانت جيت للمعمل عشان تستشيره في موضوع محفزات اللمس الكهربية. ايوة. انا زعلان على دكتور أوكتيفيوس، شغله كان ليه مستقبل. في اي تغيير من الصبح؟ دوخة، وجع، ألم، قلق، تهور مثلا؟ لا انا كويس قوي، وده اللي قلقني. مبسوط اني شفتك. الدكتور بتاعك السحلية؟ بابا بيؤمن بالفرص التانية. انا لازم اعمل مكالمة، بس تقدر تستكشف. قابلني فوق لما تخلص. ده كان جنوني، لكن باين الكل مبسوط هنا بشغلهم مع الدكتور كونرز. هتفرج على المكان. في حاجات كتير اتفرج عليها، بس ابدأ منين؟ لما اشوف اللي بيحصل هنا يمكن اقدر اساعد. ماشي، الموضوع هيحتاج وقت، مش متاكد اني هخلصه دلوقتي، بس اكيد هرجع اشتغل عليه بعدين. في ابداعات هايله هنا. اصل الحياه على الارض هيفضل لغز، إزاي تظهر أشكال الحياة العضوية من مركبات كيميائية مش بيولوجية؟ الاكتشافات الحديثة للنيازك اللي فيها جزيئات عضوية واللي بتعتبر مكون أساسي للحياة جايز تقدم دليل قوي. ممكن أعدي؟ أيوة. أهلا، لما تستعد تعال قابلني هنا. أنا في طريقي، ثواني وهوصل. في حاجات تستحق استكشافها، بس ما ينفعش أسيب هاري مستنيه. أنا عليكم قسم علم الحشرات. تتبعات؟ أيوة، بعمل تعاون بشكل متبادل مع معمل الطاقة والمعمل الزراعي. متتبعات بتكنولوجيا البطارية الجديدة لمراقبة المحاصيل. هايل جدا، بتجمع بيانات المحاصيل برضو؟ هتعمل ده بمجرد ما نخلصها. حاجة هايلة. شكرا. عملت فلورات الأشعة السينية؟ تمام. طب لو أنا محتاج منظار صيفي على الدفعة. لحظة، بتعملي إيه بالعجل ده؟ شغالين على بطاريات عالية الكفاءة بتتشحن بالعجل. العجل ده هل ممكن أجرب؟ مش دلوقتي، بس لما تبقى جاهزة هنحتاج ناس تجربها. جميل، هحاول أرجع تاني. Thank you.
سيمات فعلا؟ بنبعت فيه حزم بروتونيه لاوضه العلاج اللي تحت، هو بيتصلح دلوقتي بس هيبقى عندنا واحد قريب. دهايد احنا رايحين فين؟ هنطلع للدور اللي فوق. طاقتك مشحونه كويس يا هاري. انا زي الفل. طب ارجع بذكرياتك وافتكر زمان قبل حتى الثانوي لمدرسة الاعدادي. اوكي دلوقتي انت عارف الثانية انت راجل محبوب. اسف ده بحكم شغل التدريس. قلت ايه؟ فاكر الدرس اللي كل الناس خدته في اعدادي بتاع جريجور مندل وزراعة البسلة؟ ايوه فاكره، كان بيتكلم عن علم الوراثة وتهجين النبات. بالظبط. اللي قدامنا ده دكتور فوستر، عالم فاز بكل جايزة كبيرة في علم وراثة النباتات. واو. وانت بتتمشى في المكان جات لك فرصة تأكل السمك؟ لا ما عدتش عليه. لازم تروح، دي من المناطق المفضلة ليا في المبنى، هادية جدا، واحنا بنعمل بحث جميل مستوحى من الهيكل الخلوي لقشور سمك الكوي. هستكشف المكان ده. دكتور فوستر. شكرا دكتور فوستر. بيتر مش كده؟ انا هاري حكالي عنك كتير جدا. مبسوط اني قابلتك. دكتور فوستر شغال على الكفاءة الزراعية. مع النمو السكاني وتغير المناخ بشكل متوقع محتاجين نتكيف بسرعة اكبر من الطبيعة في العادي. اعادة التركيب الجيني هتخصص المحاصيل لمواجهة التحديات الجديدة بشكل احسن، سواء بسبب الجو القاسي او زيادة الافات. حابب تشوف نموذج الاختبار ده؟ جميل. الفكرة هي تعديل جينات النبات لزيادة احسن الصفات، يعني مثلا نبات ممكن يكبر في ظروف الجفاف. في المحاكاة عندنا الهدف هو زيادة النمو، ليه ما تتدربش على ده؟ اوكي. طابق الازواج الاساسية لدمج اكبر عدد ممكن من جينات النمو، هيكون نبات يقدر يأكل العالم. حوار ممتع. ماشي، اظن ان الفكرة وصلت. عظيم، دلوقتي انت جاهز للتجربة الحقيقية. ده نبات شغالين عليه علشان يكبر في ظروف الجفاف. للربح المادي في شركات بتسجل براءة اختراع للكائنات المهجمة، بس الكائنات بتاعتنا مفتوحة المصدر، طورناها علشان الاستدامة بدل المكسب المادي. وانتهى الذكاء. يلا نشوف. تانية بتقربني من إشباع العالم. شغل هايل. اسمع، عارف إنك مش بتشتغل هنا رسمي، بس ممكن تبص على جين تاني؟ أعرف رأيك من باب الفضول. هو محصول كيفنا مع الجناين الحضرية. طبعاً. ماشي، أنا لو جمعت المزايا دي
شغل ممتاز يا بيتر. باستخدام التقنية دي احنا على الطريق للقضاء على الجوع في العالم سنة 2035. واو، اعرف مكان سطح ممكن تستخدمه عشان تعمل اختبار حقيقي لو تحب. اوه يا ريت. طبعا هاري كان عنده حق، انت هتكون مفيد جدا هنا. شكرا دكتور فوستر. على فين دلوقتي؟ اخر محطة والمفضلة ليا، مكان فيه قيادة مش استبدال، ممتع بس ذوقه مش وحش، يهبل بس مش فشخرة. مكتبك؟ قصدك مكتبنا؟ هاري افتكر اللي شفته النهاردة ما يجيش نقطة من الأبحاث اللي بنشتغل عليها، لكن ما تقوليش قرارك دلوقتي مش قبل ما تشوف آخر حاجة. أوكي يلا، فين شرطك؟ هتحتاجها عشان تدخل. وأنا حطيتها فين؟ ما تقوليش ضيعتها. لا لسه معايا أهي. يلا بينا استخدمها. واو، هاري دي حاجة حلوة قوي، دي ممتازة بجد. الأمور صعبة قوي دلوقتي. وأنا بتعالج كنت بفكر دايما في إيه اللي هعمله لو اتحسنت. فضلت أسمع صوت أمي بتقولي عن الوضع السيء لكوكبنا ومهمتي هي أني أنقذه. لو ساعدتني في حاجات كتير قوي ممكن نعملها. قصدي أنا عارف كويس إن أنت الأزمة. يلا ماما ومي هيفتخروا بده. ها ده مدهش، بس في حاجة. ينفع أحرك مكتبي هناك؟ بحب وشي للحيطة وأنا شغال. أوه في حاجة تانية. يا أنا هحتاج شوية وقت عشان أقدر أسيب وظيفة التدريس. أكيد خد كل وقتك، الموضوع محتاج توازن. أيوة بس هنروح جزيرة كوني؟ أكيد. نسيت أقولك، شوية من الباحثين عندهم تجارب ميدانية في كل حتة في المدينة. لو عندك وقت ابقى بص عليهم. بعتلك المواقع وشرطك هتدخلك. ماشي هتمرجح لهناك. أهلا، آسف إني ما كلمتكش على طول، بس أنا جاتلي شغلانة جديدة. بجد؟ ده هايل قوي. فين؟ دي مؤسسة جديدة بيديرها عز أصحابي. دي هايلة. هقول لك التفاصيل بعدين، نكمل بعدين، ورايا مهمة. بيتر مش هقدر اوصف حماسي لانضمامك، احنا بقينا شركاء اصحابك في فيستا علشان نشبع المجتمع، وهنبدأ بتحسين البساتين علشان تساعد. ممكن تجمع شوية عينات من النباتات القريبة وتستخدم جهاز الربط الجيني. الموضوع سهل.
هجمع عينات واعمل ربط جيني وهأكل الناس. هعمل تعديلات على ده، هدور على افضل عينات. أكيد في نبات سليم موجود في المكان هنا. هعمل مسحة على النباتات دي. كفاءتها هتبقى أحسن بالمية، ممكن تفيدني. في الواقع ده نبات مخدر، لكن صلابته جايز تفيد. المثمرة بشكل هايل، في فاكهة كتير، حلو جدا. أنا خدت عينات كويسة، وقت إني أجمعهم مع بعض. مش مصدق إن EMF خلت الكائنات المعدلة وراثياً مفتوحة المصدر. المكسب مش لازم يبقى جزء من المعادلة لما يرتبط بضروريات إنسانية. خلينا نشوف. تمام، عملت شوية بذور هجينة جديدة ليهم. لازم أجهز المكان ده عشان أزرع البذور، هحسن المية بتاعتهم. يا دي النيلة، لازم أصلحها. الشباك هتحل الموضوع. شكل فيه كذا تسريب بيقلل من ضغط الميه. لو ما لقيتهمش النظام مش هيشتغل. قربت اخلص تصليح. كل ده هيجي بنتائج عكسيه لو النباتات غرقت. ماي كان عندها صوابع ذهب في زرع الطماطم، جايز شباكي ذهبية؟ أظن إن ده هيأدي الغرض. دكتور فوستر هيفرح قوي، مش محتاج يعرف إن سبايدر مان ساعد. يا ترى إيه المشاريع التانية اللي الـ EMF شغال عليها؟ معلش يا مايلز، كنت بتقول إيه؟ بجد؟ ده هايل قوي. فين؟ دي مؤسسة جديدة بيديرها عز اصحابي. دي هايلة. هقول لك التفاصيل بعدين. ايه الاخبار؟ بخصوص اللي خطفوا لي والعقرب، انا وجانكي مشينا ورا اثار العوادم من طيارتهم لحد جسر ويليامزبرج. نتقابل هناك. استنى، مش عندك مقالة تخلصها؟ ايوه، بس نداء الواجب. صدقني، واجبك دلوقتي هو مستقبلك. هبلغك بأي حاجة جديدة وصلها. حاضر، بالتوفيق هناك. مش شايف أي أشرار. يمكن مايلز وجانكي فهموا غلط. أهلاً، أنا عند الكوبري، بس مفيش أثر لقرصنة السفاري الغامضين. مش ممكن، كنا واثقين إنهم هناك. أنا آسف، تعبتك على الفاضي. مش مشكلة، هنلاقيهم. زبالة؟ يو بقى.
شيء. الصياد الشاطر هو اللي يعرف ينور. كان ممكن تقول ما اعرفش وخلاص. انا المجرمين مش بعاد بيستمتعوا بحريتهم. كلامك ده ما يطمنش. بص في المكان. ايه اللي موجود هنا؟ يمكن ده يوصلني لأي حاجة. تمام يا عصر. وصلوني لمخبأكم. هاتوا حشن المطاردات دي لما أوصل إيميلي ماي. الأدرينالين والتنطيط في المدينة زي الملاهي عمره ما بيزهق. هشتغل في العلوم بجد وهقبض كمان. انا مش مصدق اخيرا نجح، لقيت وظيفه ثابته. خلاص اهدى يا باركر، ابقى اسرح في كوميت. العلوم دي بعدين، جاء وقت المطارده. اوه ده سلاح كهرومغناطيسي وشغال فعلا. مش هتقدر تفلت. انت حاسس اتمنى لو اقدر اخلي بدلتي تحدد تردداتهم المرئيه. يعني مش شايف زعيمكم هنا، مستخبي فين؟ عاوز اتكلم معاه عن اختياراته في الحياه. انت ما تستحقش ابدا اهتمامه. يعني العقرب اللي يستحق. تمام. سببنا الخوف. ودلوقتي فين زعيمكم؟ روبوت تاني ممكن اجرب عليه حاجة. ماشي خلينا نشوف. معلش يا غالية، الوضع غريب عليا قوي زيك بالظبط. المفروض يبقى ايوه. اوه هو ده بيتك؟ عشان خاطري سيبيني. يلا
هبعت الموقع ده لام جي. جايز تقدر تدور على سجلات للمبنى. هنروح فين دلوقتي؟ اهلا يا ام جي، وصلت البيانات الموقع اللي بعته لك؟ ايوه، ده سوق اكل قديم، صاحبه مات من سنه والمبنى اتباع من كام اسبوع. ثانيه، المشترين شركه وهميه بيستولوا على ممتلكات في كل حته في المدينه، يعني تقريبا كل عماير المدينه. حاولت اعمل قصه عنهم بس اثارهم بتختفي. اي حد اتكلمت معاه في الموضوع اختفى. اعملوا اي حاجه مفيده، احنا قربنا نمشي. مين الناس دول؟ انا هعرف. بالتوفيق. لازم اخلص على الاتنين دول بشويش. وباقي الصيادين؟ مخابئهم كلها جاهزة والاتصالات تمام، احنا مستعدين. يا جمال المدينة اللي هنصطاد فيها. لازم اسحب واحد لبعيد. وادي واحد. خلصت بسرعة، لقيت أي حاجة؟ عرفت حاجتين. المجموعة المسلحة دي مسميين نفسهم صيادين وبيتكلموا بلهجات كتير. مرتزقة دوليين. ده اللي بفكر فيه. المولدات شغالة. جاي استفيد مقالاتك على الصفحة الأولى. أنا بكتبها دلوقتي. شكرا. أوه، وبمناسبة الكلام عن الشغل، أنا قبلت عرض هاري. دي حاجة حلوة جدا، لازم نحتفل بعد ما تخلص شغلك اللي بتعمله. أكيد، نتكلم قريب. ودي معدات كتيرة، كأنهم بيجهزوا الحرب. خلصت من الكل، دلوقتي بيجهزوا الايه؟ اهلا. فيديو كاميرات المراقبة من المخبأ اللي لسه كنت فيه، باين عندهم منها تاني في كل المدينة. هبعت ده الجانكي، هيساعدني نحدد مكانها. ايه اللي بيصطادوا كريفن؟ وليه؟ شكلك جعانة برضو. ميعاد النوم. عشاني؟ ما كانش في داعي. ده قوي ومرن كمان. يا ترى جميل. جه وقت ان اجرب لعبتي الجديده اللي لسه بتلمع. القاع
القواعد اللي حوالينا متوصلة، المخابئ الباقية محمية، ومجالات الاختفاء شغالة كويس. طيارات الإقلاع العمودي ومتتبعات المخلب والذخيرة والمؤن. فاضل لنا شوية شحنات، لازم أعمل الواجب مع الناظر ده. دول متجهزين أحسن من معظم الجيوش. كريفن ده أكيد غني أو عنده معارف أو الاتنين. معقول جدا، بس ما توقعتش إن شفتوا أنت الصياد من الموت بالحاجات اللي شايلها. هو مش مغير نفسه بسلاسل، الطير بالحديد. ده بيوضح كتير. ايه ده اصلا؟ مفيش اي حد عنده قوة قده، ده مش طبيعي. ده المكسب من التركيز، هو ما يعرفش حاجة في حياته الا الصيد. الصياد اللي بيركز على حياته اكتر ما بيتدخل في حياة الناس ممكن يبقى في نفس الوقت. يمكن. كمان عاش طول حياته هناك، يعني حافظ الدور. ده منطقي، بس سنه هو السبب في موته. اتسرع ضد الراجل الوحيد اللي عمره ما اتسرع. معقول في صياد تاني هيتحدى كريفن هنا؟ ده لو رايح خمسة كانوا لسه هنا. واحد يعتمد على حد اليومين دول. طيب على فين بعد كده؟ شكل دي الطريقة الوحيدة. معمل أبحاث؟ عمتي ماي كانت فخورة بشغلها فيست، ليه اتمرد جامد. أتمنى ما يكونش معنى ده إن كل حاجة لمسها خربت. كريفن بيعمل دراسة على دم لي، جايز بيحاول يفهم القوة بتاعته جاية منين، أو إزاي ياخد القوة دي لنفسه. قناع الشيطان الداخلي، عصابة لي القديمة اللي عندها قوة خارقة. الأحسن ما يكونش كريفن بيجرب نفس الحاجة مع صيادين. دي تياري أبيتاي، واحدة من أندر زهور العالم، ومستخلصها بيتمتع بخصائص طبية قوية. حاولت أجيب شوية منها من سنين عشان أتعالج من سم العقرب، وما قدرتش على مصاريف السفر لرايا تيع. بتهيألي كريفن قدر. الهلوسة غالباً دي أسوأ حاجة في سم العقرب. لو كريفن ضافها لترسانته كانوا بيعملوا اختبارات على الدرع ده ومفيش حد خدش واحد. تقريبا نسخة طبق الأصل، أكيد الواحد دور على نقط الضعف. لازم تحرص بزيادة مع العقرب. لحظة واحدة. اللي انا شايفه ده اهلا ام جي، عندي اسم تاني ليكي، كريفن. شكله كده زعيم الناس دي،
هو هنا عشان بيصطاد حاجة. كريفن الصياد، يا ترى بيصطاد ايه؟ ايا كان اكيد العقرب وليه متورطين. عندك مانع تدوري ورا كريفن ده وتعرفي مايلز ايه اللي بيحصل؟ اعتبره حصل، خلي بالك من نفسك. ايه عدد الحرايق اللي لسه هنولعها في المدينة؟ على قد ما هنقدر. أنا محتاج لإجابات بدل الأسئلة دلوقتي. دي حاجة مبشرة. ماشي يا كريفن، يا ترى بتدور على إيه؟ ثانية، أنا فاهم مطاردة العقرب وليه عشان تصيدهم، بس القطة السودة حرامية. أنا مش عمرك ما هتفوز بأفضل عرض في البرنامج وانت كلب لطيف، قطة، روبوت. سيطرة على الحيوانات. حد يا
دلوقتي. جاوبني، كيفن بيصطاد ايه؟ جايز اساعد. كيفن بيصطاد أكتر حاجة بيخاف منها البشر، ده كل اللي لازم تعرفه. أوه، قصدك بيصطاد الفشل؟ ولا المواد؟ مهرجين؟ هم المهرجين. يلا في داهية. كنتوا بتحموه. العقرب، مارتن لي، والقطة السودة. كريفن ده بيعمل فريق حلو الصراحة. أتمنى لك رحلة سعيدة. هو ده آخر حاجة عندك؟ كانوا بيقولوا إنك قوي. تخيل خيب الأمل إيه؟ مش بيتحالف مع أشرار خارقين عشان عملية صيد. دول هم الفريسة. فليشيا. وانت فين؟ انت جاهز؟ ليه؟ بتهزر. الراجل قرب يجي وبتتصفح الانترنت؟ ماما على فكرة ما حدش بقى بيقول تتصفح الانترنت.
ممكن تغير هدومك؟ حاضر حاضر. شايف انك حطيتي روج. انت معجبة بالشخص ده ها؟ مايلز؟ انا اسف. بصي المرة الجاية اوعدك. مايلز بحبك. دلوقتي أنا لقيت قاعدة تبع قرصنة السفاري أو الصيادين زي ما بيسموا نفسهم، وعرفت اسم زعيمهم كريفن، وعرفت إنه قتل العقرب وبينفذ اغتيالات على الأشرار الخارقة. لحظة، إيه؟ أنت تقصد ليه؟ معرفش، بس القايمة دي كبيرة. أكيد الناس اللي ماركو حذرنا منهم كانوا بيطاردوا سانت مان. مستحيل. وفليشي على القايمة كمان، القطة السودة الإكس؟ بالظبط. مش هتسمع كلامي لو قلتلها إنها في خطر، بس ممكن تسمع من حد ما تعرفوش. لو أم جي بعتتلك شوية عناوين، أنت تقدر تخلص الموضوع ده؟ هساعدك. شكراً، بجد. أنا لازم أفضي دماغي شوية، بس اتصل بيا لو حصل حاجة و... هنلاقي ليه يا مايل. أوعدك. قدامي وقت لحد ما أم جي تتصل. ايه اللي بيحصل في المنطقة؟ الطردة السريعة تخلي الدم يجري في عروقك. أنا متحمس قوي. Thank you.
محب دانيكا، أنا شفت الأسئلة عن مؤسسة إيميلي ماي الجديدة. مين دول؟ بيعملوا إيه؟ طيب بشكل عام ده شكل جديد لأوزبورن، ما بنحبهاش أنا عارفة، لكن الرجل المسؤول هاري أوزبورن عنده ممثل محترم، على الأقل عين حد من أفضل علماء النحل بالنسبة لي، وحد متمرس جدا طبعا، دكتور أميان أول الخبراء في اضطراب انهيار المستعمرة، وكمان من عازف الجيتار الشاطرين لو أنتم متابعين على السوشيال ميديا. أوزبورن الشاب مؤسستك وراها شغل كتير قوي تعمله عشان تصلح طبعا اللي عمله والدك، لكن لحد دلوقتي بدأت كويس. ما تنساش تدفع الإيجار الأول، أو مثلا سواء على المسرح او الاماكن المفتوحه هتقدر تشوف فين تاني اداء الاساطير او الناس اللي هيبقوا اساطير قريب كل يوم. لندن دي حاجه مستبعده بجد. أنا معايا شوية عناوين بيت قال إنها لمخابئ القطة السوداء. أنا رايح لأول واحد. شكراً إنك عرضت تعمل كده. فليشا ساعات بتقدر إنها تشغل بيه. عارفة إنك مشغول في مقالة الكلية. مفيش مشكلة، عندي وقت دايماً أكون سبايدر مان. أنت زيي في التوازن بين الشغل والحياة. بتنطط عشان أخلص قصة الصيادين. يمكن أحافظ على شغلي. بس أنتوا يا شباب باللي حصل مع العقرب ودي والهروب مش هركز وهو حر يا ام جي. لا ما تخليش الموضوع يسيطر عليك، الاحسن انك تركز على المهمه بتاعتك. مش كده بس، لما واجهت ليه جات لي قوه جديده لونها ازرق وغريبه. انا مش خبيره في قوه العناكب، بس ممكن يبقى من التوتر اللي انت فيه دلوقتي مش شويه. بس انت مش لوحدك، حتى انا وبيت لسه بنحاول نتأقلم واحدة واحدة. صح؟ هنلاقيه. عارف، شكراً ام جي. ومايلز خد بالك مع فليشا، ما تثقش فيها أبداً مهما قالت لك. حذرها من الصيادين وخرجها من المدينة. عندنا ايه؟ المكان شكله اتنهب، هستخدم تقنية الواقع الصناعي اللي جانكي حسنها. علامات خرابيش. في أثر ليها؟ لقيت علامات خرابيش وآثار معدن، هشوف لو بتطابق مخالبها. لازم بس أعزل المكونات الجزيئية للبرادة المعدنية اللي لقيتها. خلينا نشوف. هجرب ده تاني. حلو، تيتانيوم. ايه تاني؟ خلصت. كوبالت كده كويس. مين اللي قال إن العلم مش مسلي؟ تمام. تنغستن، تطابق. نجحت، طلعت هي.
آثار جرجرة من جزمتها. دي كانت مستعجلة. كانت بتجيب حاجة من الصندوق ده على الحيطة. شكله صندوق معونات للطوارئ بس فاضي. الصيادين كده كفاية عشان اعيد تشكيل المكان. هجموا بس لحقت تهرب. خلاص وصلوا لها. عشان كده بالظبط لازم نحذر المدينة من الصيادين. ممكن تابعني بالأخبار. ووو أكيد دي هي. الموضوع اتحول من تحذير ودي لمهمة إنقاذ في ثواني. أتمنى ما كنتش اتأخرت. فليشا نصحى بس كل اللي شفناه من الصيادين دول مخليني قلقان. قلقان على حبيبة بيتر القديمة؟ طيبة قوي. شكلي ما لحقتهمش. في أثر لمكان راحوه؟ همسح المنطقة واشوف. خط الكهرباء باظ بسبب الانفجار. يا ترى كان بيشغل ايه؟ مولد؟ يا ترى هيتوصل بإيه؟ فوت إيه؟ حاجة ورا البتاع ده. صندوق معونات تاني بس ده لسه مقفول. خاطرت بحياتها عشان توصله. لازم افتحه بس الكهرباء مفصولة. لازم اشغل المولد ده لو عايز الاقيها. لو ربطت شبكتي بالمولد ممكن اوصله بالصندوق. ازاي اشغل الكهرباء تاني؟ شكله صح. قربت اخلص. نجح. فتحته. باريس؟ ام جي الفرنساوي بتاعك عامل ايه؟ مفيش اثر بس ابعت لي اللي لقيته. تمام ماشي. يا ترى في دليل ارشادات معين لعصاية وتوم؟ وتوم؟ هدور عليها ثواني. الصيادين لازم امشي وراهم وراقبهم. المفروض حسب الترجمة بتاعت ميستيك أركانا فالعصاية دي تبقى قديمة
احنا بنتكلم عن عصر قبل الميلاد. المفروض ان اللي يستخدم العصايه دي يقدر يفتح بوابات في اي مكان يجي في باله. زي السحر؟ لو هي عندها يعني حاجه زي كده. جه في بالي استخدامات ليها. مايل، خلينا نلتزم بالخطه. في مواقعنا هنمسكها. دي أكيد موجودة جوه. هخلص من الصيادين دول. أياً كان اللي العصاية بتعمله فهي بتعمله بلمعان. في حاجة غريبة. مطاردة السيد المرة دي مليانة مفاجآت. خلينا نركز على الفريسة. مش هتقدر تهرب تاني. مش أحسن يوم للأشرار. دي بتلعبنا بس احنا محاوطين الملاذ. هربت مننا لحد دلوقتي مرتين. مش هنقفش. يا إما القطة السودة بتعمل سحر جوه، يا إما أنا اللي فايت الحق الفيزا. أحلام سعيدة. العنكبوت هنا. ترجمة الكلام الفرنساوي اللي على بطاقة البريد. سبب حياتي الوقت قصير. شراكة جديدة؟ مع فليشا عمرك ما هتعرف. واحدة واحدة. لقيته ده فوق هناك. خلصوا عليه. آخر واحد فيه. يلا نشوف إيه حوار فليشا. أول مرة تحصل. العنكبوت عايز يلعب صح؟ جي. دي سرقت العصاية والسحر حقيقي فعلا. ايه اللي حصل؟ يا قطة ممكن نتكلم؟
ممكن تبطئ شوية؟ ابعد قبل ما نقلك في بوابة للمحيط الهادي. ازاي وصلتي لاتصالنا؟ لسه بتستخدم القناة القديمة. هو انت ما عندكش حاجة أفيد تعملها يا ابني؟ فليشا انتي لازم تقف، ده جنان حتى بالنسبة لي. مين دي؟ انتي يا مشعر أحمر؟ ايه الأحوال مع العنكبوت القديم الأيام؟ ممكن تبطلي؟ أنا بحاول أساعدك. مش محتاجة مساعدتك ولا مساعدة أي عنكبوت. عارفة هتعملي إيه بالعصاية؟ هي عايزة تسرق أعمال فنية أكتر. اللي تزوق. أنا سمعتكوا يا مزاهين. ووو الأرض كليشة، ده ممكن يأذي الناس. خلي بالك الصيادين راجعين. أكيد هما معجبين بيا قوي. هنخلص منه النهارده. هنوقف الراجل اللي بيحاول يقتلك. اسرق انتكتك الغامضه دي. برد، ما جبتش الشال بتاعي. العصايه دي ممكن تاخدنا لكريفن. الموضوع ملوش علاقه بكريفن. ساعديني اوقف الشخص ده. انت سبايدر مان، انقذت المدينه قبل كده وهتنقذها تاني. سبايدر مان كان عنده حق، ما بتفكريش الا في نفسك. بص يا ابني، غير ان ده ما يخصكش، بس واحده صاحبتي في باريس وقعتها في مشكله مع شويه ناس اشرار. عمرك ساعدت حد يهمك؟ هي محتاجاني دلوقتي. لو اقدر بس اعرف امشي 10 خطوات بالبتاع ده. ام جي قالت ما ثقش فيكي. ام شعر احمر ذكيه، بس لازم تاخد قراراتك بنفسك. اهل قطه عايزها حيه. سيبوها لي. حاسب وراك. ما خدوش بالهم مني. لازم تمشي. البوابه بره. دليل الإرشادات بتاع الأنتيكة دي ما كانش واضح. بتتحسني في استعمالها. مش كويس أوي يعني. هنبقى نستكشفها مع بعض. ياه، هو إيه اللطافة دي يا صغير؟ أنا سبايدر مان مش عيل صغير، شكراً. طبعاً يا سبايدر مان، وريني خطوراتك بقى. بدي حاجة؟ كتير منهم على السطح. استنى، استخدم البوابة. خد العصاية منها. ده هنا عندك حيلة للرصاص؟ معاك شبك، اضرب البرج ودمره خالص. سبايدر مان، تفتكر هما هنا عشان معرض اسد البحر؟ اوه، عايز اشوفه. اسود البحر بتسبح لحد 25 ميل في الساعة. لا، في صيادين كتير قوي. كريفن معجب بجد. انا مش فاضية. دول أكيد عايزين يتعبونا. لو هم عايزيني لازم يموتوني. بلاش نوصل الحوار لكده، تمام؟ قدامي فرصة أضرب. خليها تصير. عاملة إيه مع الكلاب؟ بحب القطط أكتر، ودول ما يبقوش كلاب. بس بيعطوا زيهم. أوحش. شوفوا البوابات.
تعال هنا وواجهنا. حاسب وراه في كل مكان، مش قادر امسكها. بيرموا كل حاجة علينا. ممكن تبقى آخر مرة ليا هنا. لا، هنوصلك باريس، صحابك محتاجينك. انت فعلا تبقى سبايدر مان. وفجأة ما خدوش بالهم منك. نركز، نفكر. برج ايفل. سلام يا فيليشا. شكرا. وريني ليه.